أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج المزايا ليوم الجمعة 18 فبراير شباط 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا مزايا، هتركز كتير جدا على اللي انت بتعمله في شغلك او في حياتك او في تطلعاتك القدام، هتركز فيها اكتر من كده، ومفيش داعي انك تقوم باعمال متهورة في الصباح اليوم ده اللي ممكن تخسرك مش تكسبك، فخليك حذر اكتر. ممكن تضطر انك تواجه رئيسك النهاردة في الشغل علشان تتناقش معاه في بعض المواضيع اللي هتكون مهمة بالنسبة ليكم، فخليك مستعد علشان تواجهه بحماسة وبقوة علشان توصل لوجهة نظرك بسلاسة. هتكون انت المنتصر في النهاية، فما تقلق، مزاجك هيكون مناسب جدا علشان تحتفل بالموضوع ده وانك عرفت تظبط امورك مع رئيسك. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، بعدك عن شريكك دايما بيخليك تشعر انك وحيد، فتحاول انك تمنح نفسك وقت اطول، وده هيساعدك على انك تتخطى الموضوع بسلاسة اكتر. يعني لو كان في تفاقم في العلاقة او حتى في انفصال، بدعوك انك تفكر كويس جدا في نفسك وعشان تعرف تتخطى المرحلة دي بأقل الخسائر ليك، وما تقلقش، انت دلوقتي فاهم انك انت مش هتعرف تعدي الخطوة دي. لا، انا بقولك ما تقلقش، انت هتعرف تعديها، بس الموضوع محتاج شوية صبر وشوية قوة. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، هتعمل على مشروع جديد وضخم جدا هيتطلب منك عمل جماعي كبير جدا، وممكن تستعين بأصحاب الاختصاص اللي هيكونوا مقربين جدا جدا منك في اليوم ده علشان تستفاد منهم وتاخد من خبرتهم اللي بيفيدك. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، ممكن تكون عرضة علشان يرتفع ضغطك بشكل مفاجئ جدا، هيكون من غير اي ترتبات او من غير احداث هتحصل، من غير اي انتظام في دقات القلب النهاردة، ده كله هيحصل بسبب التعب المفرط اللي انت بتتعب بسبب الشغل او ضغطك النفسي، ده كله بيؤدي لزيادة الضغط وطبعا زيادة دقات القلب، فخليك حذر اكتر على نفسك النهاردة يا ميزان. توقعات العشرية الأولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 أكتوبر. الوقت هيكون مميز جدا ومستعد جدا لمستقبلك، من خلال إنك تتأكد من إنك مش هتنسى أي تفاصيل مهمة ليك النهاردة، وهتحقق ده من السجلات الصحية الخاصة فيك ولعيلتك، وهتعتني أكتر بالأوراق اللي ملقى على كتفيك اليوم ده. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 4 أكتوبر ل 14 أكتوبر، هتدفعك السماء النهاردة إنك تنظر أكتر عن كثب وفي جميع إنجازاتك لليوم ده، سواء كانت علاقاتك أو حتى أدراج أموالك اليوم ده، فالمناخ هو التخزين المناسب ليك والمستعد علشان تقيمه دي. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 15 أكتوبر ل 23 أكتوبر، هتجد حماستك وشغفك النهاردة ورغبتك في الحب، وده سبب وجيه جدا علشان تحافظ على كل التبادلات اللي بتحصل والتواطؤ اللطيف اللي بيكون بينك وبين أعزائك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هتدخل الشمس في برج الحوت وهتستمر حتى يوم 20 مارس. خلال الفترة دي هتشدنا مشاعرنا الإثارية اليوم، وهنكون أقل حماس علشان ناخد القرارات والإجراءات دي. ممكن إننا نشعر بإننا بنتخيل النهاردة وبنحلم أكتر، وهيصود موقف كبير جدا، وهيكون في شعور كبير جدا وارتباطات عالمية جدا بتقود طريقنا لليوم ده. وبتتحكم النهاردة الحوت في التعاطف ما بيننا والحب غير الأناني والتفاني والحكمة، وبتتضمن الجانب الظل النهاردة الخاص فيك والشفقة على الذات، وهيكون في شعور بكوننا ضحية للحياة اليوم والسلبية وحتى التجنب. هنكون بنفضل اننا نؤمن ونثق اكتر وندي الاشياء فايدتها، والشك حتى نتباطأ ونثبت خطانا اكتر. ممكن نقوم ببعض المواضيع دي في كتير من الاحيان باننا نضبط المشكلات او النزاعات من خلال الدورة دي، وهيحصل فيه بدل من اننا نعالج الموضوع ده وجه لوجه، على اننا يتم حلها بنفسها. هتتدفق الازدهارات، ولما نتواصل مع قلوبنا هيكون فيه لطف كبير
جدا وهنساعد الآخرين، وهيكون في حاجة كبيرة جدا علشان ننسجم وننسحب لتراجع كبير جدا ونستعيد طاقتنا وتكون قوية من وقت للتاني. هيواصل القمر عبوره من برج العذراء المنظم اليوم لحد الساعة 10 بالليل، هيخش القمر في الميزان وهيكون دبلوماسي أكتر في اليوم ده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.